نعود بكم إلى ملفنا في العراق وزيارة وزير الخارجية الروسي لبغداد. معنا حيدر الأسدي. حيدر، إذا تنتظر وزير الخارجية الروسي لقاءات عديدة مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، ما هي الموضوعات التي ستطغى على هذه المحادثات؟ يعني موضوعات عديدة ستطغى على هذه المباحثات. كما تعلمين الجانب الروسي يبحث عن إحياء التحالفات القديمة في المنطقة، وبالتالي العراق كان حليفا رئيسيا لروسيا في زمن النظام السابق. هو يريد أن يعيد هذه التحالفات، هذه من جهة. من جهة أخرى يريد الجانب الروسي أن يفعل غرفة العمليات الاستخبارية التي أنشئت بين العراق وإيران وسوريا، غرفة العمليات الرباعية التي أنشئت وتم تفعيلها في زمن حكومة عادل عبد المهدي، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية، مشاريع الغاز المصاحب. وبالتالي لا تريد روسيا أن يكون العراق بلدا مزودا لأوروبا بالغاز المسال. وبالتالي كل هذه التفاصيل سوف تبحث هنا في بغداد من قبل سيرجي لافروف في زيارته إلى العاصمة بغداد. هذه هي المواضيع المهمة التي يمكن أن يبحثها لافروف مع المسؤولين العراقيين، وهي مواضيع ترى موسكو بأنها قابلة للتطبيق في هذه المرحلة أكثر من مرحلة حكومة مصطفى الكاظمي التي كانت أكثر قربا من واشنطن، في حين أن موسكو تنظر إلى حكومة السودان على أنها الأقرب لها في هذه الفترة. أشكرك حيدر الأسدي من بغداد.